بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فهو حسبنا ونعم الوكيل. وضع دواء قراد النحل، يستحسن وضع دواء قراد النحل عند دخول فصل الخريف وعند بداية دخول فصل الربيع. بيفارول صنع ألماني. الوقاية خير من العلاج، فيها 4 قصاصات بلاستيكية. ها قد وضعت الأولى وسأضع الثانية بين كل إطار وإطار. الطريقة الأولى توضع هكذا، وإذا أردتم ضعوها هكذا. بين كل إطار وإطار وضعت قصاصة بلاستيكية وسأغذيها الآن بالكاندي بعد أن فتحت فيه دائرة صغيرة، لأن هذا الصندوق لا توجد فيه غذاية. مثقوب من هنا، ثقفت كيس الكاندي مثل ما هو مثقوب الغطاء، نفس الدائرة يعني. سأضعها هكذا خلاص. هذه المزرعة فيها النحل والإوز والبط وجميع أنواع الدجاج. ولله في خلقه شؤون.